السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء وبناتي طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم. ده فيديو جديد يا شباب على قناة مستر محمد ديب. النهاردة بيشرفني يكون معايا أخويا نجم اللغة العربية على اليوتيوب، مستر محمد صلاح، نجم قناة بسطتها لك، صاحب المليون متابع. مستر محمد حضرتك مشرفنا النهاردة. ده شرف ليا يا مستر، والله ربنا يصلح حالك. الله يا شباب، احنا كنا موجودين صدفة كده في مكان، ومستر محمد صراحة أنا لقيت فرصة إن أنا يعني الناس بتسعى اللغة العربية والعربي والنظام الجديد وال80 درجة أعلى مادة، فقلت لازم أعمل فيديو ده لأنه أنا شايف إن أحسن واحد ممكن يوصل للطلبة يعمل إيه في اللغة العربية ويذاكر إزاي، والناس خايفة نظام جديد واللي حصل السنة فاتت. فيعني إحنا بقى عايزين نستغل حضرتك النهاردة توصل لهم بقى يعني إيه يعملوا إيه بالظبط في العربي. ربنا يصلح حاجة مستر على المقدمة الجميلة الحلوة بتاعتك دي. ربنا يخليك. اسمعوا، كفاية إن إحنا مش يعني متواجدين مع حضرتك النهاردة أولاً. ثانياً، دايما الطلبه المشكله عندها او التخوف عندها في نقطتين. النقطه الاولانيه ان هي الطالب طالع من ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي مش عارف ازاي يذاكر، يعني هو بيسمع من اللي قبله ان احنا كنا بالذات الطلبه متفوقين، يعني بنقعد على الكتاب نذاكر 8 ساعات، نذاكر 10 ساعات، نذاكر 7 ساعات، ايا كان عدد المذاكره اللي بيسمعها. انا بذاكر بجدول مذاكره، انا عايز حد يعمل لي جدول مذاكره، فداخل اصلا بسيستم غلط. عشان اصلا الكلام ده كله اختلف بقى، مش اختلف، هو احنا عندنا في اصلا طريقه مذاكره ممكن الطالب يضيع نفسه. احنا دايما بنقول ان دايما في نقطتين ممكن يضيع اي طالب في المذاكره، طريقه التضخم وطريقه التسويف. والتضخم بيجي اولا ثم ياتي بعده التسويف. يعني على سبيل المثال طالب دلوقتي يقوم عامل جدول مذاكر، انا هذاكر النهارده ان شاء الله باذن الله، ودايما ايه يظبط كمان الشيطان يضحك عليه النهارده، مثلا النهارده يوم 31، فيجي الشيطان وهو بيقول له اعمل الجدول، لا احنا ما بنذاكرش يوم 31، نبدا مع 9، لازم ابدا نقول اسبوع، ابتدى يفوق مثلا يوم 28 27، استنى اول شهر عشان الساعه لو الساعه فيها تاريخ بص في النتيجه، لو النتيجه فيها تاريخ لا هبدا من يوم 1، فيوم جايب الورقه والقلم وابتدي يظبط بقى جدول جميل كده، وتلاقي كل جداول الجدول مرمي كده وجدول مرمي كده، هو حس ان هو على جدول بيبقى عامل احباط، يعني هو بيعمله باوفر قوي ما يحققوش، يحصل له سلبيه. فكره التضخم، فيقوم عامل جدول 1-9 المادة الوقت، فيبتدي يسأل صحابه أحسن وقت نذاكر فيه إمتى؟ فتلاقي فيه ترشيح كده اللي هو وقت بعد الفجر، فيقول لك الله وقت بعد الفجر ده جميل جدا، بس أنا هذاكر كل يوم من بعد الفجر. يقوم ظابط الجدول بتاعه من أول الساعة كام؟ الساعة 5، من 5 ل 7، رغم إن الفجر بيأذن الساعة 4 بس معايا، من 5 ل 7 هذاكر عربي، مش مهم هذاكر عربي إيه؟ يعني هو إيه في العربي؟ مش أي، المهم إن أنا هذاكر عربي. من 7 ل 9 هذاكر مش عارف كيمياء، من 9 ل 11 مش عارف أذاكر إنجليزي. طب يا ابني هتاخد بريك؟ لا اصلا هاخد بريك 10 دقايق. ويجي بقى في الجدول تلاقيه ظابط لك بقى الفيسبوك 10 دقايق، من 10 ل 15 دقيقه بس في اليوم. تويتر لا انا هلغي تويتر خالص، اليوتيوب لا مش هينفع جنبه عشان انا بتعلم، فتلاقيه عامل جدول مثالي. كل ده طريق شيطان. يجي بقى التطبيق يعني ليه بقى؟ لان الشيطان بيلعب على فكره التضخم المثاليه، ان دايما عايز يعيش الانسان ان انت لازم تبقى مثالي، والانسان عمره ما يبقى مثالي، فلما ما يعرفش يبقى مثالي يحصل له احباط بقى، يحصل له احباط فيسوف لحد لما يبقى مثالي. فتلاقيه يجي يوم 1-9 ينام، يصحى الظهر راح تاني نوم جدول باص جدول باص نقولها جدول باص جدول باص، هو عامل ايه؟ ماسك الجدول، يوم ماسك القلم معدي الواحد يخليها 2، هنبدا من 2-9 ان شاء الله، طب ما تكمل يا ابني يومك، لا اليوم باص خلاص. فالقصه كلها اللي انا عايز اقوله ان ده اسمه تضخم، مفيش حاجه اسمها كده، ده مش جدول مذاكره، انت يومك مش ماشي كده، مفيش حاجه اسمها انا انام 4 ساعات 5 ساعات. الاول ما ينفعش تغير نظام يومك الا لما تتعود على ده. انا دلوقتي ايه افضل طريقه للمذاكره؟ افضل طريقه للمذاكره وافضل وقت للمذاكره انت تحدده بناء على ترتيب يومك. انت بتنام الساعه 5، فينفعش اقول لك ان انا ابدا يومي مذاكره الساعه 5، ظبط مذاكرتك على حسب يومك. احنا كده دي قصه سريعا كده بقولها، انا ما بديش يعني نصايح كامله في فكره ازاي اذاكر، وانما انا بقول ملحوظه كده ازاي فكره ان انا انظم وقتي. ده هنتكلم عنه بالتفصيل في وقت تاني، بس انا اللي يهمني الجزء التاني ان ازاي اذاكر عربي. يبقى في فرق بين ازاي اذاكر في المطلق العام وان احنا ازاي نذاكر ماده بعينها. احنا عندنا في العربي 7 فروع، كل فرع بيناقش مهاره معينه بتحتاج لطريقه مذاكره بطريقه معينه. احنا عندنا 7 فروع، عندنا اول فرع واكثرهم عدد اسئله في الامتحان هو فرع النحو. فرع النحو كان عندنا من الفروع اللي الطلبه دايما كانت بتكرهها علشان هو اللي كان بيعتمد على العقل. اما باقي الفروع كانت بتحفظ. أيوة. في النظام القديم. أيوة. دلوقتي يمكن الفروع هو من اكتر الفروع اللي المفروض الطالب يحبها هو النحو. ليه بقى؟ لان بقى الفروع بقى فرع من الفروع اللي تكاد تكون مضمونه.
بقى فرع لو انت حفظت القاعده وذاكرتها وفهمتها هتعرف تحل، هتعرف تحل عليها. في فروع تانية لو انت ذاكرت القاعده وفهمتها وحفظتها ممكن اجيب لك سؤال بره القاعده يلخبطك تعرفش تحلها، تمام؟ فالنحو دلوقتي عندنا اول فرع جه عليه 16 سؤال، بقى من الفروع شبه المضمونه، اقدر اتك عليها كده واقدر اضمنها. ازاي اذاكر نحو سريعا او ايه المهارات اللي بيناقشها النحو؟ تقريبا هي نفس المهارات ما اختلفش كتير، لكن الفكره كلها انه بقى بيجيب لك ابيات شعريه وده مش صعب جدا. هو الطالب اول ما يشوف بيت شعري بيتخض، مع ان ده يعني الاعرابات تقريبا النحو ما حدش اشتكى منه في المطلق العام. النحو بس فيه تريكه صغنطوطه الا وهي ان كتير من الطلبه فاكره ان النحو ما بيذاكرش، حتى كده هم مطلعين قاعده من نفسهم حتى يقول لك المصدر المصطبه يعني مع بعض كده، اللي هو النحو ما بتذاكرش. جبت يا ابني المعلومه دي منين؟ معروفه دي ثوابت، النحو ما بتذاكرش. فعندنا النحو من اكتر فروع اللي بتتذاكر، بذاكر القاعده وبحفظها صم ومهم جدا. بس هو برضو مطلوب منه كل الحاجات القديمه، يعني مش مرتبط بمنهج ثالثه ثانوي بس خالص، لا زي الجرامر في الانجليش كده يعني لازم اي حاجه خدها مثلا من قبل كده ابتدائي اعدادي. احنا بنتكلم ان هو لم الاساس، احنا خلاص دخلنا في مرحله تانية. هو كده كده لازم يلم الاساس، لو ما لمش الاساس دي مشكله، هيفضل الاساس ده وحش مارد عمال يتوحش ويفضل يطارده كل شويه. كل ما نيجي نشرح درس يقول لك انا مش فاهم انت ليه قلت كسر بقى منصوب بالكسر، يعني لازم يكون من الاول الاساس بتاعه اصلا صح. يعني بص، هو فكره اني لا، اصل دايما لازم ما بنقول ان الطالب اساسه صح بيجي يقول لك ما انا مش متاسس مش عارف اذاكر، انا مش عارف اذاكر. لا، دلوقتي ما شاء الله معظم المدرسين كله بيبدا بقى خلاص نزل الاساس، او سواء هو مع المدرس بادئ مع مدرس اكيد بدا بالاساس. مهم جدا تحضر محاضرات التاسيس دي، تمام؟ طيب، واحنا منزلين محاضرتين تاسيس على اليوتيوب ده مين يعني كل القواعد القديمه كلها وكل بادئين النحو من الجذر، من الجذر يعني مش عايزين نتكلم باستفاضه، لو هم دخلوا هيقدروا يشوفوه. طيب، ده بخصوص النحو. بعد ما بذاكر القاعده وبفهمها وبحفظها خلاص، ركز بقى يا جماعه في الكلام ده عشان ده المفيد بقى اللي احنا عايزينه بقى. بخرج من كل درس بحاجتين، بتعريف وشروط. لازم التعريف ابقى عارف الدرس ده يعني ايه صفه، يعني مضاف اليه، تعريفه مش شروطه، واخرج منه بشروط واعمل الشروط دي عندي في الاجنده بتاعتي او في الكراسه بتاعتي. المضاف اليه بعرفه ازاي؟ يجي قبله نكره ما تتناولش معايا. مثلا النعت من شروطه ايه؟ نكره، نكره معرفه، معرفه وصفت ما قبلها. الحال شروطه ايه؟ نكره صح ومعرفه بسال عنه كيف. دي اسمها شروط. لازم كل درس يبقى خارج منه حافظ شروطه ايه وهو بيدور عليه، تمام؟ حافظها مش فاهمها، ما هو كده كده هيفهم الدرس. أيوة. لازم يحفظ ده صم، اجي اساله لازم يطبق ده. ده بخصوص النحو. ندخل على الفرع الثاني اللي هو فرع مثلا النصوص، اللي هو من اكبر الفروع اللي بيضم تحتيه فرعين مهمين جدا، فرع البلاغه وفرع الادب. النصوص عندنا مشكلتها الصغيره، هي صغيره تمام، مشكلتها الصغيره ان هي قايمه على فكره الفهم او القراءه، قايمه على نظام جديد متحرره بقى خلاص. يعني هم المفروض بقالهم سنتين، هم اولى وثانيه خلاص يعني متعودين على نصوص متحرره والدنيا قراءه متحرره. صحيح، بس انا مش قصدي بس فكره النظام الجديد، انا بتكلم ان هو الطالب لما بتجيب له نص ما بيعرفش يقراه، فدي ازمه. ما بيعرفش يقرا النصوص اصلا، فهو مشكلته تيجي تقول له نص اهو حل عليه سؤال، ممكن السؤال يبقى سهل جدا، هو مش عارف يقرا اصلا فوق. والنصوص بتتضمن فرعين معاها، يعني نصوص وادب وبلاغه بيجوا مع النصوص، تمام؟ اي مع الابيات الشعريه. تيجي تقول له بقى يلا سؤال بلاغه سهل جدا، هو اصلا شايف الابيات شيء معقد مش عارف يقراه، فبناء عليه طول ما هو مش عارف يقرا النصوص بوظ معاه ثلاث فروع، فرع النصوص، فرع الادب، فرع البلاغه. طيب، حل الموضوع ده ايه؟ دايما بقول للطلبه اتعامل مع النصوص، النصوص دي قايمه على فكره الابيات الشعريه اللي بتعتمد على معظم الالفاظ التراثيه، يعني بتلاقي فيها الفاظ تراثيه، الفاظ من القديم من العصر، مش متداوله دلوقتي، مش عارفين هم مش فاهمين معناها بالعربي اصلا ايه. فدايما بقول للطالب احنا بنتعامل مع النص في النظام الجديد او بنتعامل مع النصوص على انها لغه ثالثه. يعني انا دلوقتي طالب داخل بدرس ايطالي، بلاش انجليزي، لان الانجليزي بيدرسه من حاجه جديده مثلا، مش عارف من سنه كام، يعني تمام. المهم ان هو داخل، انا بدرس ايطالي، اول حاجه انت داخل تدرس ايطالي يعني داخل تدرس لغه جديده. طيب، اساسيات دراسه اللغه الجديده بتقول لك ايه؟ رقم واحد القراءه الكثيره، رقم اتنين الاستماع الكثير، ده رقم واحد. تقرا كتير تستمع كتير، يعني تقرا ابيات شعريه وتستمع لابيات شعريه. هات واحد بيقرا ابيات شعريه، اي شاعر من الشعراء ودول موجودين على اليوتيوب كتير، هات قصيده حد بيتلوها، حد بيقراها، بينشدها، مش لازم اغنيه، بيقراها بس. يعني شعرك ان هم يعني تدريبا في الحته دي هو لما يكتر مع نفسه ان هو يسمع شعر كتير، لازم هيحسن هو المدرس بتاعه. بس انا بتكلم ان هو لو عايز يزود يصل مع نفسه مثلا، عايز أساسي يحسن اساسي الابيات الشعريه لازم اتعامل معاها ان هي لغه، لغه انا مش فاهمها. طب امتى هبتدي اتعود عليها؟
لما اقراها كتير ولما اسمعها كتير. زي فعلا الانجليش وزي اي لغه احنا بيقول دايما بيسمع كتير فعلا كده. يا جماعه الناس ركز في الكلام ده عشان ده يفرق معاك في طريقه المذاكره. يعني مش هتذاكر النصوص بالطريقه التقليديه بتاعت زمان مستني نص واقعد ان انا هستخرج منه، لا انت دلوقتي محتاج اصلا تقرا النص كويس. فانت محتاج مثلا اعمل نفسك مثلا كل اسبوع مرتين ساعه تدور على اليوتيوب حد بيقرا شعر مثلا قديم افضل ولا شعر جديد ولا ايه بقى بالتوجيه. اللي هي بالتوجيه يعني بنعملها ازاي؟ بندي للطالب قصيده، خد يا ابني اقرا القصيده دي مع نفسك مش هقراها. انت شايف ان المدرس اللي في الدرس او في سنتر او على اليوتيوب هو يوجه الطلبه اقروا مثلا فتره دي مثلا شعر قديم؟ احنا يا استاذنا دلوقتي المشكله ما بقتش في شرح المعلومه. الطالب دلوقتي ما بقاش عايز حرفيا حد يسمع يشرح له المعلومه، هو عايز يوجهه وهو بقى يشتغل على نفسه. هو عايز الطالب دلوقتي عايز حد ياخده من ايديه كده يقول له بص يا بابا انت هتعمل دلوقتي النهارده هتعمل كذا وبكره هتعمل كذا وبعده هتعمل كذا وخد دي هتعمل فيها كذا وانا هختبرك فيها بكذا ولما تغلط هوجهك بالطريقه الفلانيه. أيوة. فالولد يسلم نفسه للمدرس وبعد شهر يشوف نفسه انا اتحسنت ولا لا، انا اتقنت مهاره من المهارات ولا لا، مهاره وابقى الولد نفسه يبقى فاهم هو انت بتعلمني مهارات ايه. احنا عندنا يا بابا في العربي او في اللغه العربيه مش كل المعلومات او كل اللي بيتقلق عباره عن معلومات، احنا عندنا في حاجتين، في حاجه اسمها معلومه في حاجه اسمها مهاره. علم زي علم النحو وفرع زي فرع النحو هو قايم على المعلومات، بقول لك معلومه حضرتك بتتقنها بتفهمها بتحفظها بتعرف تجاوب عليها. اما المهارات زي القراءه وزي النصوص دي كلها قايمه على حاجه اسمها مهاره، مش عايز معلومه مباشره الا تيجي في امتحان، مفيش حاجه اسمها تدرب عليها. في فرق بين يا استاذنا لما اقول لابني ان الصبر مفتاح الفرج، كلمه مفتاح بتنطق بالكسر مين يعني، تمام، واقول الصبر مفتاح الفرج. الصبر مفتاح الفرج انا بعلمه معلومه، بقول له ان الصبر مفتاح الفرج. لكن لما اعلمه الصبر اقول له اتقن مهاره زي مهاره الصبر، مهما اقول له ان الصبر مفتاح الفرج مش هيتقن مهاره الصبر. امتى يتقنها؟ لما اسيبه يعيط مره وبعد كده يمل وبعد كده اسيبه تاني وبعد كده يتعلم الصبر لوحده وبعد كده اسيبه. مع الوقت دايما المهاره بيتم اتقانها بعد عده مراحل. المرحله الاولى الاستمراريه او الممارسه، بمارس شيء معين وبستمر فيه. رقم اتنين الخطا، مفيش مهاره بيتم تعليمها الا لما بتمر مرحله خطا لازم. فتلاقي الطالب بمجرد ما يقرا نصين ثلاثه يجي يحل يقول لك انا مش عارف احل بغلط، قراءه مش عارف احل بغلط. ما انت لازم تغلط، ده شيء منطقي، بس في نقطه بعد الخطا لازم يتم توجيه الخطا عشان يصلح بقى من نفسه ويقدر. انا غلطت في ايه عشان ما اكرروش تاني؟ انت مش هتقدر. عشان كده دايما بنقول للطلبه ايه، المشكله مش في نموذج الاجابه. انت عرفت الصح فين؟ لا مش هي دي الازمه. اعرف انت غلطت لما غلطت بناء على تفكير عامل ازاي. انت كنت بتفكر غلط فجاوبت غلط، انت بقى بترجع لي اقول لك والله انت ما كانش ينفع تفكر بالطريقه دي وكان لازم تفكر بالطريقه دي. ده اسمه تصحيح الخطا. تصحيح الخطا مش معرفه المعلومه، يعني مش بمجرد بص في نموذج الاجابه هو عارف مثلا غلطت ليه، يعني هي دي الفكره. ايوه اهم حاجه غلطت ليه، تحليل بتاع الخطأ. هو يا جماعه هو عشان الناس فاهمه الكلام بتاع بس محمد، هو ده كان سبب الازمه السنه اللي فاتت بالظبط. يعني المشكله كلها السنه اللي فاتت كله اشتكى والدرجات، لان محدش كان فاهم النظام ده. كل الناس كانت ماشيه تقريبا 90% مدرسين يعني ماشي بالنظام القديم، انا بشرح للطلبه نصوص بتذاكر الدروس اللي انا بديها لها. محدش في دماغه فكره ان انا اطور فكره قرايه النصوص عند الطالب، اطور عنده فكره قرايه القراءه عشان هو يعرف يطلع لوحده. يعني دور المدرس لا، اشجع الطالب واوجهه النهارده تقرا كم، يعني عندي مثلا عايز 50 قصيده مثلا شعر جاهلي تقراهم على مدار الترم، لان هو عارف ان انت كل قصيده تقراها مستواك اتحسن سنه، مستواك فتيجي بعد 50 عمرك طبعا مستواك دلوقتي في قرايه القصيده دلوقتي زي بعد 50 قصيده اكيد هيفرق، وبالذات لو هو اللي بيوجهك وبيقول لك طب انت بقى حل القصيده دي. فخلي بالكوا عشان ده هيفرق معاك السنه دي. ما انت فرصتكوا احسن ليه؟ لان انت دلوقتي بنتعلم من اخطاء الماضي. في كل ماده لازم تفهم النظام الجديد هيمشي ازاي. فاحنا النهارده جايب لكم الخلاصه بتاعه العربي اللي هي 80 درجه. فحاول تستفاد من الكلام ده على قد ما تقدر، هيفرق معاك جامد جدا جدا في تطبيقك لطول السنه. العربي دلوقتي زي ما المستر قال لك النحو خلاص معلومه بتتقال وبتحفظها وبتطبق عليها، بالعكس هو النحو دلوقتي ده هو كده اسهل حاجه فعلا. هو ان انت اللي واخده هو اللي هيجي لك. آه عندك مشاكل في الاستخراج بتاع انت مع التدريبات مع المستر ومراجعه نفسك كده. انما بقى الجزء الاصعب بقت هي القراءه والنصوص اللي انت اصلا مش هيجي لك حاجه انت خدتها. انت المستر هيعلمك طريقه تفكير ان انت تحل اي حاجه تجي لك وتتوقع اي حاجه تجي لك تبدا تشتغل معاها بالنظام. النحو هو بقى مش الفرع الاسهل، بقى الفرع الامن عشان دايما المعلومه اللي هي الفرع الاسهل. فانت متخيل ان هو يخش بقى ان انا فكره انا كده كده الموضوع سهل فمش محتاج مني جهد. لا، احنا بنقول ان النحو هو الفرع الامن. يعني ايه امن؟ اقدر اقفله. فرع النحو ينفع يتقفل بسهوله.
ينفع اقفل النحو عادي جدا. والدليل ان طلبه السنه اللي فاتت دفعه 2021 ما حدش فيهم طلع قال يا نهار ابيض النحو موتني في اللجنه ولا العلمي ولا الادبي الاثنين كانوا سهلين. اشتكي من فرعين تانيين خالص، فرع القراءه. القراءه كانت صدمه صراحه بالنسبه للناس بسبب حته المهارات دي. طيب فالقصه دي مهمه جدا. عندنا نقطه اخيره بعد فكره الخطا، لازم الطالب يبقى متقبل ان في اللغه العربيه دلوقتي مش اي طالب ينفع يقفل اي حاجه بيحلها، يعني يتقبل فكره الخطا. مش قصدي الخطا في الامتحان بتاع اخر السنه، تقبل فكره اللي انت اللي انا وانا بحل بغلط، تقبل ده. بس انا عندي نقطه صغيره، مش مهم اغلط، مش مهم اغلط، المهم بس اعرف لما غلطت غلطت ليه. يعني انا لو حليت دلوقتي مثلا قراءه متحرره عليها 7 اسئله، ايا كان عدد الاسئله على القراءه او بتحل منين، مش وقتنا. بعد ما ابص في نموذج الاجابه لو متاكد فعلا من نموذج الاجابه، عشان احيانا بعض الكتب بتنزل نموذج الاجابه فيها مشكله. طيب انا متاكد من نموذج الاجابه، اكتشفت ان انا عندي 5 اخطاء، يعني حل 2 صح، او عندي 6 اخطاء يعني حل 1 صح. الازمه مش ان انا فاشل او ان انا مش عارف احل، الازمه في حاجه، مش مهم الخطا. المهم بقى اللي غلطته غلطت ليه، يعني السؤال ده انا غلطته ليه. هل فعلا لما بصيت على نموذج الاجابه كنت قرات سريعا ما قدرتش ابص في الاجابات كلها، ولا هل فعلا السؤال ده انا ما اعرفش اصلا الاجابه دي انا مش مقتنع بيها، فساعتها هتروح للمدرس وتقول له احنا على اي اساس اخترنا دي وسيبنا دي وهكذا. ساعتها مع الوقت هتلاقي نفسك بعد القراءة رقم 20 مش رقم 2 20 هتلاقي نفسك ابتدت تتحسن شوية. لا ده الموضوع كبير، الموضوع كبير لان مهارة مهارة بيتم اكتسابها عن طريق التمرس ثم الخطأ ثم تصحيح الخطأ ثم اكتساب الخبرة. ساعتها لما بتكتسب خبرة بنقول والله عنده خبرة، فيعرف يقرأ، فيعرف يحل، فيعرف يستنبط، فيعرف يستدل، اللي هي المهارات اللي قايمة عليها القراءة والنصوص. طيب وبناء عليه لو ضمننا المهاره ديت ساعتها هنخش في الادب. النصوص لو انت عرفت تقراها وتفهمها الادب سؤال سهل جدا، لانه كان لما بيجي السنه اللي فاتت او لما جه السنه اللي فاتت كان بيسال او رابطها بالسمات المدرسه. فكان مثلا المفروض احنا عندنا الادب كان بياخدها في اولى ثانوي وثانيه ثانوي بيدرسوا الادب على هيئه عصور. جه في اخر ثانيه ثانوي درس الادب على هيئه مدرسه اللي هي مدرسه الكلاسيكيه. ايه المدارس دي؟ ان احنا المدرسه في اللغه تعني عندنا الاتجاه، مش مدرسه ليها ابواب ومدرسين وكلام من ده، مدرسه يعني اتجاه او مذهب. فاحنا عندنا بندرس كل مجموعه من الشعراء عملوا نفسهم اتجاه او مدرسه وبتدرس ده المدارس دي، والمدارس دي اتكونت في القرن الماضي. المهم ما علينا، كل مدرسه من دول ليهم بعض السمات. انت بتدرس السمات دي مش بتحفظها عشان اتجاوب عليها، لا انت بتحفظها عشان لما اجيب لك ابيات شعريه اقول لك ها من السمات التي تحققت لهذه المدرسه في هذه الابيات. انت حافظ السمات، شوف مين السمه اللي جت هنا بقى، فلما تقرا ابيات وتفهمها تعرف تطلع سمه المدرسه. تقول لي والله ده من سمات المدرسه مثلا الكلاسيكيه استخدام الالفاظ التراثيه، وهنا فعلا استخدموا بعض الالفاظ التراثيه. طب وانا اطلعها ازاي دي؟ ما هو ده وانت بنشرحها تتدرب عليه. انت بص في القصيده اعرف هي الفاظ تراثيه ولا لا، انت اقول والله ده تميزت بسهوله طبقا لتاثرهم بالصحافه ولا لا، انت اقول والله ده تاثروا بالقديم لان القصيده الجاهليه القصيده بتاعتهم شبه القصيده الجاهليه ولا لا، الى اخره. تمام، ده بخصوص الادب. ندخل بعد كده على البلاغه. البلاغه فرع مشكله الطلبه ان هي حاسه ان هو عامل زي الجيلي كده، ان هو انا داخل وانا مش متاكد ان انا لمه 100%، بس بيجي سهل. يعني هو السنه اللي فاتت حتى ما حدش اشتكى من البلاغه خالص، بتيجي سهله وبسيطه ومباشره ما تخافش منها باذن الله. بس طبعا تكون لامم البلاغه، انا بكلم الطالب اللي مذاكر مش طالب مكبر دماغه داخل يحل بلاغه. بقى عندنا فرعين مهمين، فرع التعبير والقصه. تمام، التعبير عندنا بقى بيدرس اكتر من مهاره، بيدرس عندنا مهاره تصحيح الخطا مثلا، زي فكره الاخطاء النحويه، زي فكره الاخطاء الملائيه. يجيب له خطا نحوي يقول له مثلا يا عسرين مساء قال المصريين، هنا في خطا نحوي اللي هي المفروض المصريون لان فعل مفعول واو. يجيب له خطا املائي زي اخطاء همزات ويقول له عند تصويب الخطا، يجيب له مثلا يقول له جاء نقط ويجيب له مكان النقط دي 4 اختيارات، امراء ولا امرئ ولا امرئ ولا، فالمفروض يختار بناء على نحو تاني بقى. وبرده يعني والوحدة الأولى عندنا في النحو بتخدم علينا جدا 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 في التعبير. وبعد كده في التعبير بيبتدي يسألني في علامات الترقيم. وعلامات الترقيم الإنجليزي على فكرة نفس الفكرة في الإنجليش، نفس احنا مع بعض. يعني الاثنين زي بعض، هو فعلا مع لغاية برضه نفس الموضوع في الرايتنج إيسي دلوقتي، بيجي لك في الرايتنج مفيش كتاب برضه نفس الارتكلز الادوات الاول لا بس انتوا عندكم حته سهله، يعني عندكم القراءه عندكم اسمها الكومبريهنشن ولا اسمها لا كومبريهنشن صعبه مش سهله. في حته كده كنا بنحلها زمان، لا كان زمان السؤال بيجي لنا في ثانويه عامه كان مش شبهه سؤال القراءه والله العظيم كنت اسمه الكومبريهنشن. لا كومبريهنشن قطع ازاي ده؟ شوف الكلمه تحت، هو كله كان جميل، احنا قعدنا فتره كبيره لسه موجود اختلف
الزمن الجميل اللي خلص. كان لغايه دلوقتي لان الطالب المصري دايما بيبقى ليه حيل كده معينه. يعني مثلا سؤال القطعه دايما بتعامل معاه بالحب كده. احنا بنقول هو هيقرا القطعه ولسه هيترجم القطعه. لا هو يعمل ايه؟ ينزل على الاسئله. السؤال ده فيه كلمه غريبه يطلع يدور على الكلمه دي فوق. ايوه ده يروح كاتب اللي قبلها وكاتب. ده جميل ده. أيوة. لسه موجود اهو. لا ما هو ده اختلف بقى دلوقتي. مبقاش في الكلام ده كده بقى خلاص. دلوقتي مفيش. بص انت هتقرا السؤال هتلاقي السؤال ملوش دعوه. بس هو احنا بنقول بس الدفعه دي حظها كويس لان هم الدفعه اللي فاتت الكلام ده عرفوه متاخر. صح. يعني التعبير بالشكل دوت او الباراجراف او الاسي بالشكل ده تقريبا في شهر 5 ولا شهر 4 عقبال ما نزل الكلام ده. صح. انما دول هم داخلين من اول السنه خلاص فاهمين النظام ده. الكتب الخارجيه كلها منزله تدريبات بالشكل. تفضل تحسد فيه. لا 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 يمكن حد بيسمعنا. احنا 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 كل هدفنا والله يا جماعه من الفيديو ده ان احنا نستفيد من اخطاء السنه اللي فاتت واحنا نظبط نفسنا السنه دي. لو انت في كل ماده قعدت تسمع من مدرس يعني ثقه زي كده ويقول لك يا اولاد تعمل ايه وفاهم النظام الجديد واشتغل عليه وايه الصح فيه هيفرق معاك جامد جدا في المذاكره. بدل ما هتهدر في وقت والوقت ده يضيع منك وانت عمال تذاكر اصلا غلط. يعني انا اسمع مثلا حد بيشرح مثلا ايه النحو زمان مثلا ان هو يشرح امثله. طب ما انا اجيب يا جماعه ابيات شعريه وخلي الطالب يشتغل. يعني اغير اسلوب الشرح. ما كانش ينفع كده. الناس اللي كان يعني كان هو كل مثلا شهرته ان انا بحفظ الاولاد نصوص او بلاغه وعيد وكرر ورايا كرر تكرر ايه. ما هو مش هيكرر حاجه. ما ده مش ده اللي جاي في الامتحان. ففعلا هي عايزه حد فاهم بقى ايه نواتج التعلم. انا عايز مهاره ايه اتدرب عند الطالب كل واعمل فرع. خطه كل فرع والطالب يبقى عارف برضه كل فرع انا بذاكره ازاي ومطلوب مني في ايه. يعني ده. مثلا اخر فرع عندنا فرع القصه انا بذاكره كاحداث. احنا هم عندهم قصه جميله جدا قصه حسين اللي هي قصه الايام. الاول النظام القديم بيمشيكوا منه من النظام القديم يعني. على فكره القصه حتى في النظام القديم هي احداث بتتذاكر لذيذه خالص وقصه اصلا مسليه وجميله. بس تفاصيل بقى صغيره كنت اسمعنا من الاولاد بيكركرت الشيشه مش عارف بالزبط. العفاريت رجليه الارانب الحاجات اللي هي مشهوره بقى كان دايما على النت الاولاد يتكلموا عليها. فيسال بقى الاحداث الموجوده هي وبيحفظها الولد وبيذاكرها كويس لكن ما بتجيش في الامتحان. هتيجي ازاي بقى؟ يعني طب انا هذاكرها بتيجي ليه؟ او معذره هذاكرها امال ازاي مش هتيجي. هو بيذاكر الاحداث تمام بس بيجيب له قصه لموقف مشابه لواحد تاني. يعني مثلا على سبيل المثال احنا عندنا طه حسين كان بيتعلم في الازهر فكان بيتقابله بعض الصعوبات في الازهر لانه كان كفيف اصابته العله بس هو كبير يعني هو ما اتولدش. هو وهو صغير قصدي اصابه مرض ف قصه كده فبقى كفيف. المهم مش وقتنا يعني. المهم في الاخر ان احنا عندنا طه حسين كان بيقابله بعض الصعوبات وهو رايح من البيت للازهر وراجع من الازهر للبيت وكان بيحكي تفاصيل دقيقه جدا في الطريق وهو رايح وهو جاي وبيحكي في البيت في ايه وفي الازهر في ايه الى اخره. يجيب لي موقف مشابه لده بالظبط لواحد تاني درس في الازهر ويجيب لك مثلا يجيب لك ثلاث سطور خاصه واحد زي رفاعه الطهطاوي مثلا ثلاث سطور خاصه برفاعه الطهطاوي ويقول لك من خلال قراءتك للمقال الصغير او للسطور السابقه نستطيع ان نستنبط ذلك الموقف الذي تكرر في قصه الايام من خلال المشهد كذا. فهو بيسالك على تفاصيل. لو انت مش حافظ الاحداث مش هتعرف تجاوب على السؤال ده. لازم تربط بينها وبين الحدث بالظبط. لو انت حافظ الحدث ده هتعرف تجاوب على السؤال بسيط. القصه كلها بيتابع او بيتاكد ان انت رابط الاحداث او ان انت مجمع الاحداث برضه. بس هي نظام جديد لازم يكون هو فاهمه. لازم يكون فاهم طريقه الاسئله وتدرب على الشكل ده من الاسئله عشان يعرف يحله في الاخر. بالظبط صح. دي اللي بنسميها طريقه الاسقاط. اسقاط الاحداث. بديك حدث مشابه لحاجه ثانيه نفس الموقف. يعني خلاص الموضوع يا محمد انت شايف ان العربي بالشكل الجديد هو للطالب اسهل في مذاكرته من النظام القديم. بدل ما كان بيحفظ نصوص ومعاني كلمات والشاعر اتولد فين ووالده كان شغال الجو بتاع زمان ده اللي هو كان الطلبه بتمل من الحفظ والاسئله والحاجات دي كلها. هقول لك يا مصر هو ممكن ما يكونش اسهل من وجهه بعض الطلبه. بس احنا عندنا مشكله في حاجه ان الطالب دايما او الانسان بصفه عامه بيحب يامن الحاجه حتى لو هي صعبه. يعني ايه؟ اديني معلومه انا هي دي اللي جايه انا بقى هقعد عليها مش اديني 20 صفحه بس انا هم دول جايين. هم دول جايين. انا ممكن احب ده مش انا كمحمد بس الانسان بصفه عامه بيحب الحته دي. لا خلاص ما انا امن. لكن تديني صفحه تقول لي ذاكرها وانا ان شاء الله اجيب لك صفحه زيها لا انا مش مرتاح. انا عايز ان اخدته. هو ده كان بيحصل مشكله ليله الامتحان. الطلبه كانت متعوده ليله الامتحان في مراجعتين ثلاثه انا هاخد مذكره لازم بكره الاقي حتى يعني ايه 90% من الاسئله هي اللي جايه. فطبعا دلوقتي انت بتيجي ليله الامتحان وانت عارف مش ده اللي جاي. فما فيش حاجه اسمها ليله الامتحان. الامتحان انتهت خلاص. انت طول السنه بتنمي في مهارات عشان يجي لك تحله. انما اللي انت متعود عليه او هم متعودوا عليه هو دي يعني المشكله هم متعودوا عليه في الاخر. يعني كان ده جيلهم بقى فهم في ثالثه مش قبل يعني يعني مش عايزين نتكلم فيها صح لازم نتكلم فيها. فاحنا احنا كل همنا يا شباب تفهم طريقه المذاكره. مستر محمد يعني اداكوا يعني خلاصه
الفروع العربي كلها، كل فرع تتعامل معاه ازاي، تشوف مهاراتك، تطور من نفسك، تابع مع مدرسك هل ماشي بالطريقه. اليوتيوب طبعا كنز، استاذ محمد قناه بسطها لك طبعا دلوقتي عدى يعني 1,200,000 متابع تقريبا، هي اكبر قناه على اللغه العربيه على مستوى مصر كلها الحمد لله، يعني ربنا يبارك له يعني يجعله في ميزان حسناته يعني. فاحنا النهارده والله يا جماعه احنا يعني احنا كنا فعلا في موقف، كنا في مكان معين يعني بنصوره كده، فتشرفنا بوجود مستر محمد، فانا قلت هي فرصه للطلبه عندي على القناه، لان انا عارف ان يعني في طلبه كتير داخلين ثالثه هما الدنيا لسه بالنسبه لهم ملخبطه، يمكن هو المنطقه اللي هو ساكن فيها او المحافظه او المنطقه ما فيهاش حد قوي مطور بالطريقه الجديده او محدث من نفسه، في فئه من الناس ما بتطورش نفسها على طول، فالنظام الجديد لا، عايز واحد لا شغال دماغه نظيفه، اطور من نفسي ازاي، اتابع مع طلابي، اغير لهم اساليب الشرح، اوجههم ازاي زي محمد قال بقى دور المدرس يوجهك، اعمل لك خطه كده عشان يطور من نفسك يعني. فاحنا بنقول العربي 80 درجه يعني هي رقم واحد في بالنسبه للمواد، مش هينفع الطالب يعرف يخش اي كليه كويسه الا ما يكون ظابط اللغات يعني، ده برضو حاجه مشكله، هو الطالب بيعاني دايما من العربي والانجليش واللغه الثانيه من التاسيس، يعني هو بياخد درس كيمياء الدرس يعني بياخدوا المعلومه فكرة دي، فكره كمان المقابلات الشخصيه اللي هي فكره اللي عايزين يعملوها في الجامعه اللي ده لو اتغير طبعا النظام الجديد في المقابله دلوقتي فعلاً. طبعا هيبقى ان انت لو انت حصل مثلا تعديل في نظام التنسيق بعد اخر السنه ما تضمنش كل حاجه تيجي ازاي، فتبص نفسك بتقدم في الكليه وفي انترفيو قبل ما تخش كليه نظام المقابله، هتلاقي من اساسياتها الانجليش والعربي، ان انت لغتك العربيه قويه، او لو حاجه مثلا محتاجه انجليش هتبقى الانجليش دي دور مهم جدا. فالمهم يا شباب احنا يعني بنشكر مستر محمد يعني بسعداء باللقاء ده جامد جدا يعني، ان شاء الله هنحاول نعمل لكم اللي يعني ان شاء الله نحاول نعمل لكم في كل ماده نشوف لكم حد كده يعني احنا شايفين هو يكون فاهم قوي في النظام الجديد في الماده دي. الفيديو ده لو استفدتوا طبعا شيروه لكل زمايلكم عشان الناس يعني تحاول انها تستفاد من الكلام دوت، اللي محتاج اي حاجه في العربي قناه بسطها لك موجوده، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه بالنسبه لكم، وربنا يكرمكم ان شاء الله، ويعني شاكرين يا باشا وكسان طيب. انا سعيد والله، انا سعيد لك يا باشا كسان طيب يا شباب، وربنا يوفقكم ان شاء الله، والسنه جاهزه دلوقتي نفرح بيكم بقى، وكل واحد داخل الكليه بتاعته وكل واحد محقق حلمه، بس لازم تسعى عشان توصل لحلمك يعني، ما فيش حاجه بتيجي بالسهل، ويعني ان انت تستمتع ان انت توصل ان انت بعد تعب وبعد مجهود وفي الاخر ربنا يوفقك تحقق حلمك، دي احسن حاجه في الدنيا كلها، ان انت من الاول حط في دماغك تارجت كده او هدف، او انت تقول انا هعمل كذا واشتغل، وخلي عندك ثقه في ربنا، وان شاء الله يعني ربنا ان الله يرضي اجر من احسن عمل، بس اهم حاجه تحسن العمل يعني، اهم حاجه تبقى انت فاهم، ما تهدرش في وقتك ومجهودك وفي الاخر انت اصلا ماشي في طريق غلط يعني، حاول تظبط نفسك من الاول، فان شاء الله ربنا يكرمكم، كل سنه طيبين ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. راس احنا شامل